بسم الله وعلى البركة. انطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الخامس في مجموعة الأشواط. الشوط الخامس في مجموعة الأشواط والشوط الثالث للأبكار. شوط المفتوح للأبكار على جائز علي بن سالم المدهوشي بمناسبة سلامة حمد بن سالم بن محمد الحرسوسي. هذه اللي اخذت المركز الاول، الشاهينيه في المركز الاول، ناصر بن العبد الوهيبي يقدم الشاهينيه، والمركز الثاني هناك الكايده خميس بن سالم مرزوق الزرعي في المركز الثاني، واما المركز الثالث، المركز الثالث العزوم، ولكن دخول المركز الثاني فجر قاسم بن حمد الزرعي يقدم فجر. الله 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 الله، ديروا بالكم من هذا الاسم، اسم فجر. الله الله، خذت المركز الثالث. ونعود الى مقدمه الشوط، نعود الى الشاهينيه ناصر بن العبد الوهيبي، ولكن فجر اللي غيرت فجر وعينها عند مقدمه الشوط قاسم بن حمد الزرعي، والمركز الثالث اللي هي مركز ثالث الكايده خميس بن سالم مرزوق الزرعي. وصول العزوم، عزمة العزوم، هذه العزوم اللي غيرت خذت مقدمة الشوط. حمد بن علي الحسيني يقدم العزوم في المركز الأول. الله 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 يا أبو علي، هذه العزوم ووصول أيضا تزالت في المركز الثاني. وصلت الشاهينية، ناصر بن العبد الوهيبي عادت مرة أخرى. الله الله الله، الشاهينية ناصر بن العبد الوهيبي يقدم هذه الشاهينية في المركز الأول. أما المركز الثاني العزوم في المركز الثاني، محمد بن علي الحسيني في المركز الثاني. ونعود لمقدمة الشوط، لا زالت في المركز الأول الشاهينية، ناصر بن العبد الوهيبي يقدم السلال الشاهينية، والمركز الثاني هناك العزوم محمد بن علي الحسيني. نعود لمقدمة الشوط، لا زالت في المركز الأول الشاهينية، ناصر بن العبد الوهيبي. التهاني والناموس يفوز الشاهينية، انتزعها المركز الأول. المركز الثاني وصلت فيه العزوم محمد بن علي الحسيني. المركز الثالث وصلت هناك ايضا الكايده خميس بن علي بن سالم مرزوق الزرع. نعود بالتهنئه والناموس الى مالك الشاهينيه ناصر بن العبد الوهيبي. قطعت المسافه في دقيقتين و12 ثانيه. التهنئه والناموس يفوز الشاهينيه، انتزعها المركز الاول.